رجعنا لكم لنتابع مشوارنا معاكم ضمن حلوة يا دنيا، وهلأ بيسعدنا وبيشرفنا يكون معانا رجل عالم ومحب للعلم ومهتم بخدمة مجتمعه. هو رجل صاحب روح المغامرة وصاحب إرادة قوية لطرق أبواب المعرفة، ناجح في مختلف المجالات سواء كانت مجال التجارة والصناعة إلى الأدب والبحث التاريخي والحوار بين الأديان. هو صاحب شعار تجرأ أن تتعلم. ضيفنا هو المؤرخ، أو هو مؤرخ وباحث في كنوز بلادنا الشرقية، ألف العديد من الكتب اللي تعتبر مسارات للباحثين. ضيفنا زي ما حكت رهف قامة اقتصادية وصناعية أردنية مرموقة، حصل على وسام الاستقلال الأردني، أيضا حصل على وسام ملكي هولندي وآخر فرنسي، ناشط اجتماعي ترأس العديد ويترأس مازال العديد من الهيئات والمؤسسات المجتمعية المختلفة. ضيفنا هو الرائع الدكتور رؤوف أبو جابر. أبو جابر صباح الخير. يا صباح الفل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الخير. أنا معك. يا أهلا وسهلا. أهلا وين معك؟ شغل. يا هلا. صحيناك بدري يا عمو زياد اليوم. يا أهلا وسهلا بأبو زياد العظيم، كيف حالك؟ أهلا أهلا. أهلا أهلا. شو هالإطلالة الرائعة والبهية الصباحية الحلوة؟ أهلا وسهلا. أهلا. أهلا فيك يا دكتور. أهلا. يعني احنا جدا بيسعدنا وبشرفنا انه الدكتور رؤوف تكون معانا اليوم ضمن حلوة يا دنيا، لانه احنا بنعرف بانه حضرتك يعني قامة اقتصادية واجتماعية مميزة، والناس كلها بتحب تسمع كلامك وتستفيد من خبرتك الطويلة في مجال البحث التاريخي. يطول عمرك. وعمرك يا رب، وعمرك والحطة رائعة. دكتور رؤوف نبدأ معك، أنت أحد الشخصيات الأردنية اللي واكب تطور المجتمع الأردني، بدي أحكي من بداياته. نعم. من بداياته إلى الآن، وعملت أيضا كتاب تحدث عن تطور الاقتصاد في شرق الأردن من أيام الإمارة إلى الآن. حول هالتطور المجتمعي بشكل مختصر، شو بتتذكر؟ كيف كانت مراحله؟ الحياة في الأردن كانت بسيطة، وعدد السكان محدود. يعني أنا بذكر سنة 1943 كانت الحرب العظمى الثانية، عملوا ترتيب بشان التموين، يعطوا راشن، يعطوا حصة من السكر والرز بأسعار مدعومة. كان عدد السكان الصحيح يعني 340 ألف نفس. إحنا سنة، أنا لما وعيد سنة 36 كنت 10 سنين، وانتقلنا من السلط لمدرسة المطران اللي باشرت سنتها، كان عدد سكان الأردن ما بيزيد عن 210 ألف. 110 ألف مستقرين و100 ألف من البدو. نعم. هذا الوضع السكاني كان يسهل الأمور. الحياة كانت تعتمد على الزراعة وعلى وجود الأغنام، الحلال الرعاية. نعم. يعني الحياة الرعوية والحياة الزراعية كانت هي أساس دعامة الاقتصاد الأردني. نعم. ولكن إحنا كنا منتجين قمح في الأردن. نعم. ونصدر القمح إلى فلسطين. لأنه فلسطين كان في عدد سكان أكبر وإنتاج أقل للقمح، ومستوردين هم. وكنا ننتج مع القمح البقول، عدس وحمص وعلف للأبقار، كرسنة وجلبانة وسعيسعة، وما كناش ننتج فول. نستورد الفول. نعم. نستورد الرز المصري والسكر المصري، والحياة تسير على وتيرة هادئة مستقرة. الوزارات في عمان لا تتغير إلا لما ربك يريد. أيوة. مش مثل هسه
بناخذ اربع وزارات بسنتين. أيوة. ما بنحفظ اسم الوزراء. هلا احنا بعصر ما بنلحق نحفظ اسم الوزراء. ايوه احنا بعصر السرعه هلا دكتور. وبعدين كانت يعني الشخصيات معروفه والامور سالكه. نعم. يعني بما انك دكتور عم تحكي عن الشخصيات، انت ايضا كتبت كتب عن العوائل الاردنيه. نعم. وذكرت فيها تفاصيل مميزه جدا. احنا عم نشوف بعض من اصداراتك. كتاب آل قعوار وآل صيقلي، يعني هاي الكتب دكتور يمكن دائما بنقول انه هي دليل على يعني المزيج الجغرافي. ولا العائله خلاني اكتب اول كتاب عن الجوابره. أول كتاب عن جابري قصة حياة. هذا الكتاب صح؟ أيوة. الحقيقة أنه كتاباتي أنا هي دراسات في الحياة الاجتماعية، التاريخ الاجتماعي للأردن. نعم. يعني هنا هاي الكتاب. نعم. هذا نعم. عنك أرخ لا. نعم. أول جدي أنا الأكبر بال 1858 كان رائدا في زراعة القمح. قبل ما تبدأ الخراب الأردنية تسكن. لا. ما كانش في سكان، يعني أهل السلط كانوا ينتشروا شرقا. وهو سلطي ينتشروا شرقا لاستصلاح الأراضي التي كانت مراعي. وفي هذا الصدد استصلاح الأرض هذا كان جدا مفيد ومثمر، لأنه الأرض كانت بكر. عندما تفلح لأول مرة بتعطي إغلال غريبة الشكل. ما شاء الله. يعني الصاع يعطي 40. ما شاء الله. ولذلك عملوا من هذا الاستثمار ثروة استثمروها في شراء أراضي أكثر، لدرجة أنه صار عنده مثلا 100 فدان. نعم. ينتج 2500 طن قمح. نعم. 2500 طن قمح هذول بيعيشوا 30,000 نفس سنة كاملة من خير الأرض. والأردن كان يعني في أثناء الحرب العظمى الماضية لما ارتفعت أسعار الحبوب وتشجعت الناس على الزراعة كان ينتج 400,000 طن من الحبوب المشتركة، قمح وشعير وذرة. كنا ننتج ذرة بيضة. نعم. وسمسم كنا ننتج عدس وحمص. نعم. وبقول. هذا الوضع لم يتغير ويتجه الأردنيون نحو الصناعة. نعم. إلا سنة 52. ولمعرفة الإخوان المشاهدين، الأول مشروع بدأ كان إسمنت الفحيص. أول إسمنت يعني أول مشروع صناعي كبير. نعم. كان مشروع هذا، وكان مجموعة من تجار عمان على رأسهم المرحوم الصبري باشا الطباع جمعوا شوية فلوس رأس مال كانوا عملوها أثناء الحرب في الاستيراد. نعم. كانت عملية الكوتا. نعم. يعني الوكيشنز تخصص وزارة الحرب في القاهرة مخصصات للأردن. أصبحت كانت لحسن الحظ زيادة عن المحتاجين في الأردن. نعم. لذلك الفائض كان يهرب يصدر إلى سوريا ولبنان وفلسطين. نعم. ومصر. بذكر مثلا أنا إشي مضحك، أول كلسات نايلون للستات. أنا بذكر طيب يعني كنا نضحك في الأربعينات. الجوز الكلسات بخمس دنانير. غالي كتير. معلوم بقول لك كان متعة يعني هذا إشي فخم. هاي اللي تلبس اختراع. كان أبو زيد خالها كانت. نايلون كلمة نايلون. نعم. هي كانت واحد أمريكاني لما أنهى اختراعه. نعم. لهذا انه كان يقول ذير يو جو يو نيبون، يعني هو كان اليابانيين عم بينافسوا الامريكيين. في انتاج النايلون. الماده هاي. سبقوهم الامريكان بشحطه واستغلوا الضرب. مثلا اعلام الحبر. هذا اللي متعبي الحبر وظلوا ناشف وظلوا. القلم ب 20 25 جنيه يعني غالي طبعا.
طبعا الغنم اللي ما فيهوش ذهب، اذا في ذهب هو تدفع 200 دينار. نعم 200 جنيه. الدينار طبعا اجى مع الاستقلال سنه 46. نعم. وانا ارخت لهذه الفتره لانه شعرت فعلا بانه جيلي الذي شاهدها، وانا تخرجت اول مره سنه 46 بشهاده رجل اداره الاعمال من الجامعه الامريكيه في بيروت. ولازم نقول انه انت اول اردني حصلت على بكالوريوس اداره اعمال من الجامعه الامريكيه في بيروت. حضرتك كنت اول اردني بيحصل على البي بي اي او اداره الاعمال، اداره الاعمال بكالوريوس اداره الاعمال من الاي. ولحسن حظي اني رفضت اني اتوظف، عرضوا علي اصير مفتش في وزاره الماليه بسبب الخبره يعني. نعم. واعتذرت. نعم. قلت لهم لا والله بدي أصير رجل أعمال. نعم. وأعمل بشهادتي وما متوفر. وكانت كلمة غريبة في الأردن. رجل أعمال. كان في تاجر دكانجي. أيوه. أما أن رجل أعمال شو رجل أعمال؟ فلاح ومزارع. فلاح ومزارع. نعم. وراعي. نعم. وصاحب غنم. نعم. طبعا. المهم الحمد لله القرار كان صائب. نعم. الحمد لله. أكيد كان صائب. وضبطت العمل. الحمد لله. ضبطت. باختصار آخر كتاب كان عندك اسمه Arab Christianity and Jerusalem، المسيحيون العرب والقدس. نعم. احكي لنا عن التنوع باختصار، هاي الفسيفساء اللي موجودة في الشرق اللي الآن هي في خطر question mark عليها، يعني بدها جهود مضاعفة. التعددية فعلا معك حق، يجب أن تنمى، وهي صفة لمجتمعنا، ولكن بكل أسف في نتيجة لبعض التطرف وبعض الأفكار الغير ودية أصبح هذا التعدد وهذه التعددية وهذا التنوع الذي ذكرت في خطر. المسلمين جاءوا إلى بلاد الشام يعني تقريبا 638 بعد الميلاد، عندما أصر البطرك صفرونيوس على عدم تسليم مفاتيح القدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب. فجاء الخليفة عمر واستلم من البطرك المفاتيح ورفض أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا تكون هنالك السابقة، وإنما صلى في مكان جامع عمر. نعم. وبقيت الكنيسة خالصة للمسيحيين، وأصبحت فعلا المقر الأساسي للمسيحية في العالم كله. لكن الذي ينساه أهلنا بأنه العرب المسيحيين، ودائما أنا أبدي العرب على المسيحيين، أنه المسيحيين في الأساس عرب، وهم الذين كانوا باستمرار دعامة في بلاد الشام، ولولا رغبتهم في التخلص من النير الأجنبي، النير الروماني. نعم. البيزنطي، الإغريقي، المقدوني. نعم. يعني هو بدأ احتلال الشرق من قبل الإسكندر المقدوني سنة 333 قبل الميلاد. ولما يتمكن أهل البلاد من التخلص من هذا الاحتلال وهذا النير إلا سنة 638 بعد الميلاد. يعني 970 سنة من الاحتلال والنير على رقابهم. لذلك الإسلام قبل التعددية، وهنالك أحاديث شريفة كثيرة وآيات قرآنية. نعم. تدل على هذا القبول. نعم. حلو. وأهل الذمة، وهو اصطلاح قديم على أساس أنهم هؤلاء الذين قبلوا الأمان، كان اصطلاح الآن غير مكروه غير مقبول، لكن كان في ذلك الزمن مقبولا. نعم. لكن ملاحظة ثانية، الجزية هي تحديث إسلامي لمفهوم البول تاكس، والبول تاكس كانت قديمة ويأخذوها ملوك الممالك من الجماهير ضريبة الرؤوس. نعم. بول تاكس. نعم. ثم تحولت إلى الجزية في العربية، فرفضها العرب النصارى. نعم. وتغلب لم تدفع الجزية.
قبيلة تغرب القوية الجانب قالت نحن ندفع الصدقة مضاعفة ولا ندفع الجزية. بس هذه الأمور جعلت هنالك لدى العرب المسيحيين اتجاه نحو تشدد في عروبتهم. ولذلك في النهضة العربية الجديدة من 200 سنة جاي اللي كان للمسيحيين العرب الدور الأكبر في تقوية هذه. نعم. نحن الكنائس العربية القديمة هذه التي حفظت الإيمان المسيحي الشرقي نعم مختلفة وليست من الكنائس الغربية. نعم. لأن الكنائس الغربية مفاهيمها أيضا مختلفة بسبب أنظمة الحكم نعم وبسبب التفكير بين الأوروبيين نعم عموما والأمريكيين نعم بشكل خاص بعد هذه الكنائس الجالفينس. لكن نحن نعاني في بطريركية القدس من احتلال ديني حيث يسيطر على مقدرات الكنيسة 110 رهبان وافدين من اليونان ليس بينهم من يتقن العربية بيتكلموا عربي بكسر يا حبيبي ولكن لا يعرفون العربية. كيف يخدم 250 ألف أرثوذكسي في الأردن وفلسطين وهم المؤمنين في رحاب بطريركية القدس المسيحية الأرثوذكسية كيف يمكن لهؤلاء أن يخدمونا وهم لا يعرفون لغتنا؟ في فترة من الفترات حتى مؤخرا كانوا دائما يصلوا باليوناني ولا واحد فينا بيعرف يوناني. لذلك الوضع غير سليم وهو أيضا يزيد من تعقيدات الموقف بشكل عام. عمو زياد احنا معاك وبنفسك الله يطول عمرك ان شاء الله نحافظ على محلية ووطنية الكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة بنفسك وبعلمك وبروحك الطيبة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احنا عارفين انه انت دائما بتهتم بهالارث هو ليس فقط ارث مسيحي هو ارث مسيحي عربي اكيد لكل هالمنطقة. احنا رح نتابع حديثنا معك ولسه رح نحكي اكثر واكثر بس معلش نطلع فاصل ونرجع بصير يلا نطلع فاصل احنا بين ايديكم تسلم